قامت رئيس الجمهورية التقي بولي العهد الإماراتي، وذلك بعد أن شارك في عمل المؤتمر الدولي حول الصحة الذي استضافته العاصمة الإماراتية. رئيس الجمعية الوطنية يوقف مع نظير رئيس برلمان إفريقيا الوسطى على وثيقة تعاون لتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني. سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير تقدم شهادات تقديرية للوفد الطبي السعودي المشارك في أعمال القلب الطبية التي جرت في مستشفى الصداقة الجدي الصيني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. عاد عصر اليوم فخامه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو إلى العاصمة إنجمينة قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك عقب مشاركته في أعمال المنتدى الدولي للصحة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ولدى وصوله إلى العاصمة إنجمينة كان في مقدمة مستقبلي بمطار حسن جاموس الدولي عدد من الشخصيات، في مقدمته معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير وبعض من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية عمدة مدينة إنجمينة إدارة العلاقات العامة برئاسة الجمهورية. بعد أن شارك في أعمال المؤتمر الدولي حول الصحة الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، فقد التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الأمنية. رشاد حسن صالح. العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة العلمية والاقتصادية والتجارية والسياسية وسبل تعزيزها ودعمها فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة لا سيما الأزمة الليبية، كانت أهم المواضيع التي تم تباحثها خلال المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مقابلة أكد خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تسعى إلى إقامة علاقات نموذجية مع جمهورية تشاد خاصة والدول الأفريقية عامة. المقابلة التي حضرها مدير المكتب المدني والعسكري لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية والتكامل الأفريقي ومستشار فخامة رئيس الجمهورية في الأمن وبعض معاوني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسفير دولة الإمارات العربية بالبلاد، تطرقت إلى أهمية منتدى الصحة العالمي في بلورة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع وبرامج صحية تستفيد منها الدول. من جانبه أبدى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مؤكدا حرص البلاد على تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن فخامة رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالين الإنساني والإغاثي ودورها في دعم البرامج الصحية وخاصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها حول العالم. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في مختلف المناطق، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.